بياخد بقى التشويحه الحلوه دي، وبعدين نروح جايبين بقى طاجن. عمر الخرشوف قلبه ما هياخد كل الحشو ده، يعني الحشو ممكن يبقى كتير. هنعمل ايه؟ هنقسمه، هنقسمه في صينيه او في طاجن. هناخد نص الحشو ده، نص الحشو ده هنحط الاول مغرفه. اجيب مغرفه من بتوع الحلوين دول. الصلصه دي زي صلصه المكرونه، ثوم وشويه كزبره ناشفه، وتحطي عليهم القوطه وتحيقيهم بشويه ملح وفلفل، وتسيبيها تاخد فورتين، ما تسبكيهاش قوي، لازم ما تبقاش متسبكه قوي عشان هي كمان هتتسبك مع بقيه الطاجن. هناخد منها شويه كده في قعر الطاجن. الصلصه دي لو هتعمليها بصلصه بيضه نفس الطريقه اهي. بعد ما نحط شويه في القعر كده، هننزل بشويه من الحشو ده اهو في القعر كده. كده معانا القعر بتاع الطاجن فيه صلصه وفيه حشو من اللي احنا هنحطه في الخرشوف، وهنبتدي بقى ايه نحشي اهو. اشيل كراكيبي دي بقى، معلش يا استاذ هاني اصبر عليا يا اخويا شويه. رندا بتقول لي حاجه غريبه قوي، بتقول لي يا غاليه الدنيا بقت مصالح مفيش حب. ليه يا ست رندا؟ ده انت تحبي وتتحبي والدنيا قدامك فارده جناحاتها، ده مفيش احسن من الحب، هو اللي بيخلينا نقدر نعيش. هنحشي كده بقى اهو. اهو معلقه واحده اهو. زي ما قلت، اللي عاوزه تحط لحمه مفرومه مع الحشو ده بألف هنا وشفا، اللي عاوزاه بالخضار كده برده حلو جدا جدا، هو اساسا طريقته بالخضار، بس في ناس بتحب تزود حاجات، براحتك زودي اللي نفسك فيه، ده كفايه بس كل الالوان والخضار اللي فيه تخلي العيال زي الفل. واللي في القعر ده احنا حاطينه عشان خاطر برده لو حبيتي تاكليه جنب رز، تطلعي كده من القعر بتاع الطاجن جنب الرز وتاكلي، تبقى وجبه كامله من كله اهو، فيها كل حاجه، بصل، بسله، جزر، فلفل الوان، كله كله كله. وممكن كمان تحطي شويه جبنه فوق الوش لو تحبي برده ده، يعني انا بديكي طريقه وانت الاختيارات بتاعتك، حطي اللي نفسك فيه اهو. يا نورهان ازيك يا ست الكل، وحشتيني. تسلمي، مال صوتك كده؟ ده انا عيانه جدا يا ست غاليه. ليه مالك؟ بعد الشر عليكي. واخده دور كده بس شويه تعب، بس انا اما سمعت صوتك يعني فرحانه جدا ومش تعبانه دلوقتي خالص. يا حبيبتي الف سلام عليكي يا نور عين غاليه. حبيبتي يا ست الكل، وحشتيني يا اجمل ست غاليه في الدنيا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي وتعيشي يا قمر، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ورمضان كريم عليكي. الله اكرم. ووصفك كده باحسن حال دايما يا رب. تسلمي وتعيشي يا حبيبتي، شرفتيني. اشربي ليموني بس وجنزبيل وانت تخفي. حاضر حاضر يا ست غاليه. شرفتينا يا قمر. هناخد من الصلصه دي بس كده على وش الخضار، على كل واحده كده نقطتين. زي ما قلت، اللي عاوزه تحطي حته جبنه مبشوره، بتحب الجبن المبشوره عليه، عاوزه تحطي اي حاجه براحتك. بس اهو بنفس الطريقه دي ممكن نعمله بالصلصه البيضه. مش بشاميل، بس دي صلصه البيضه ليها طريقه تانية، هي تشبه البشاميل شويه، بس برضو بندخل لها ثوم وبندخل لها كزبره وحاجات كده كتير. هنبقى برضو نعمل مع بعض طاجن بالصلصه البيضه ده بالصلصه الحمراء. هنخش هندخله الفرن وهيطلع زي الفل، هيطلع مانجا. تاكلي منه جنب رز، تعملي بقى شويه رز للعيال، شويه مكرونه اللي تحبيه، اللي يجي على كيفك.